تجارب العلوم الماتعة. انتشار الفلفل. ماذا نحتاج؟ فلفل أسود ناعم، صابون سائل، صحن شبه مسطح ولا يكون عميقا، ماء. الخطوات: 1. نقوم بوضع الماء في الصحن بارتفاع 1 سنتيمتر تقريبا. 2. نأخذ كمية قليلة من الفلفل وننثرها على سطح الماء. 3. نضع إصبع السبابة وسط الصحن. ماذا تلاحظ؟ 4. نغمس طرف الإصبع في الصابون السائل. 5. نضع الإصبع وسط الصحن. ماذا تلاحظ؟ ماذا حدث؟ عند وضع الإصبع وسط الصحن لم يحدث شيء، ولكن عند وضعه بعد غمسه بالصابون السائل رأيت كيف تباعدت حبيبات الفلفل عن الإصبع. الفكرة العلمية: يمتاز الماء بتوتر سطحي عال نتيجة لقوة تماسك جزيئاته. لماذا؟ فعندما وضعنا الإصبع المغموس بالصابون أدى ذلك إلى كسر التوتر السطحي، وهو ما أدى إلى تباعد جزيئات الماء ومن ثم حبيبات الفلفل. تطبيقات: استخدام الصابون في غسل الملابس. فكر ثم طبق. استخدم الملح بدلا من الفلفل الأسود واكتب استنتاجاتك. لماذا يعتبر استخدام الماء الساخن أفضل في غسيل الثياب؟ ناقش الأمر مع زملائك. فسر سير البعوضة على سطح الماء.